اهلا بيكم يا حلوين في قناتي دريم كوري. اتمنى اللي لسه جديد في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لي لايك. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن افضل الدرامات الاسيويه اللي البطل بتاعها بيكون غني وبيحب بنت فقيره. كل الدرامات اللي معايا رومانسي كوميدي مدرسي وشبابي كمان. اول دراما معانا وهي ايام الظهور. عدد حلقات الدراما 25 حلقه. البلد المنتجة كوريا الجنوبية. تصنيف الدراما كوميدي رومانسي مدرسي شبابي. سنة إنتاج دراما أيام الظهور كانت سنة 2009. الدراما بتتكلم عن بنت فقيرة بتخش المدرسة كلها أغنياء، يعني حاجة فظيعة، ناس كده مسميين نفسهم الأفار، بتخش بينهم كده وبتلخبطهم، وغالبا كده كلهم بيقعوا في حبها، وبيبقى في مثلث حب قوي بقى بين اتنين وهي، وبجد اللي كلهم بيموتوا في بعض كده، وهي بتحفزهم ان هما يهتموا بالدراسة بتاعتهم، وهي كمان بتحاول تحقق حلمها وتبقى طبيبة مشهورة. بجد الدراما تحفة، من اروع الدرامات الكوري اللي اتعرفت في الوطن العربي، ومخلية نص الناس بتحب كوريا بسبب الدراما دي. يلا نخش على الدراما التانية. يوم التنين أنت ميت. عدد حلقات الدراما 26 حلقة. البلد المنتجة الصين. تصنيف الدراما رومانسي كوميدي شبابي مدرسي. سنة إنتاج الدراما كانت سنة 2017. بتتحدث الدراما يوم التنين إذا أنت ميت أو أنت ميت عن قصة حب بين ولد شقي جدا، حاجة فوق الفظيع ومش نافع خالص، وبنت طالبة ذكية جدا مثالية جدا ومن المتفوقين دول. الدراما تحفة، من أروع المسلسلات الصيني المدرسية، لازم تتابعوها. يلا نخش على الدراما التالتة اللي معانا. إنذار الحب أو منبه الحب. عدد حلقات الدراما 8 حلقات. البلد المنتجة كوريا الجنوبية. الدراما بتتصنف شبابي رومانسي مدرسي. سنة إنتاج الدراما كانت سنة 2019. الدراما بتتكلم عن بنت شابة في الثانوية العامة، بنت كده زي القمر، تقول للقمر قوم وانا اقعد مطرحك، وذكية جدا، ذكائها خارق نبغى يعني. بس البنت دي عندها ماضي اسود وبتحاول انها تخبيه ومحدش يكشفه ابدا، والناس بتحسدها بتفتكرها انها سعيدة في حياتها، لكن هي عكس كده خالص، وعايشة مع عمها حياة تعيسة جدا. بتقابل بقى ولد في المدرسة الكل حواليه عكس ما هي خالص، والكل بيموت فيه، حتى هي نفسها بتموت فيه وبتقع في حبه. يا ترى اللي هيحصل في أحداث الدراما، ويا ترى هما هيحبوا بعض ولا ايه الدنيا هتحصل فيها ايه، ده اللي هنشوفه مع أحداث الدراما. ربع دراما معانا بقى وهي دراما اقتصادي مثالي. اقتصادي مثالي بقى دي البلد المنتجة تايلاند. أما عدد حلقات الدراما فهي 4 حلقات، حاجة كده خفيفة، حاجة على مقاسهم يعني. سنة إنتاج الدراما كانت سنة 2016. تصنيف الدراما رومانسي شبابي مدرسي كوميدي. راجل كده بقى بخيل جلدة، بمعنى أصح ما بيعرفش يطلع الفلوس من جيبه، الفلوس ما تعرفش طريق الشارع، عايش لوحده. بيقابل بنت بقى كده اللي مدة بتحاول تسرق منه الفلوس دي كلها، بس ما تعرفش اللي وراها فين. يا ماما هتبيع الميه في حارة البخلة ازاي يعني، فمش بتعرف تسرق فلوسه بس بتسرق قلبه، ودي مصيبة. بيواجههم صعوبات كتير جدا عشان يبقوا مع بعض، وده اللي بقى هنتابعه مع احداث الدراما. هي خفيفة قوي كده، تابعوها. يلا على الدراما الخامسة والاخيرة معانا، الزهرة والوحش. البلد المنتجة اليابان. عدد حلقات الدراما 10 حلقات. سنة إنتاج الدراما كانت سنة 2017. نوع الدراما بيصنف رومانسي مدرسي شبابي كوميدي. الدراما بقى بتتكلم عن طالبة منقولة المدرسة مرموقة كده، كلها بقى عيال مزاز، اللي هو أحب واحد فيكو يا ولادي اللذينة، يعني أحب واحد فيكو. وفعلا بتتلقى أول قبلة ليها من ولد في المدرسة وسيم جدا، وبتكتشف مع الأيام إن هو ذير نساء، بتكتشف جانب وحش قوي منه، بتتصدم اللي هو آه يا قلبي أنت ليه عملت فيا كده يا ابني اللذينة، وخليت قبلتي الأولى تبقى من واحد زيك كده ذير نساء. وبتحاول إنها تتجاهله، لكن للأسف مشاعرها اتجاهه مش بتروح،
ويا ترى هتعمل ايه، ويا ترى هيتصلح حاله ولا لا. ده اللي هنعرفه مع احداث الدراما. مش تنسوا الاشتراك وتفعيل